اكتر من الحياه العاطفيه. يعني دائما مواليد برج الجدي وخاصه الرجال الحياه العمليه تيجي على الحياه العاطفيه، فطبعا هيضايق الطرف عملي المرتبط بيه. من ايه عملي تذاب؟ نمبر وان، العمل والماده نمره واحد عنده. طيب برج الدلو. برج الدلو القيود، ان هو برج ما بيحبش القيود، وانا مرتبط، متحرر. انا مرتبط بحد عايز اعرف عنه تفاصيل، رحت امتى، خرجت امتى، هترجع امتى، بتعمل ايه، بتكلم ده ليه. برج الدلو عايز مساحه زياده عن اللزوم، لذلك تمام. تلاقي برج الدلو من اكثر الابراج اللي ما بتحبش الارتباط، بالذات الرجاله. ما بقول لك تقول لك هتخنقني، متحرر بس متحرر. بزياده بقى، لان بيحب الحرية. المفروض انت في شخص في حياتك المفروض ان هو ليه حق عليك، ليه حق عليك ان هو يعرف بعض التفاصيل والمعلومات، فبرج الدلو ممكن ما يسمحش بكده. طيب آخر برج معانا الحوت. الحوت صفة برضه سلبية لو دخل علاقة حب. الاكتئاب، سرعة الاكتئاب. برج الحوت من الأبراج اللي سهل إن هي تدخل في اكتئاب وتطول. تنكد بقى. بالظبط، بالذات الأنثى. بس تنكد. هي فيها مميزات كتير عشان ما يزعلوش مننا، يعني أنثى ما جدا، هي حساسة جدا، رومانسية معطاءة. وحنينة. بالظبط كده، ولكن احنا بنقول بقى ما هو مش كله هيبقى حلو. الاكتئاب، سرعة الدخول في الاكتئاب والتطويل فيه، فممكن يتهمها الرجل إن هي نكدية تمام. من من وجهة كتر ما نظر. بتدخل في مرحلة الاكتئاب فبتنكد. بالظبط كده. تمام. طيب ماشي دكتور محمد، احنا كده قلنا اصعب صفة عند كل برج في الحب، وده الموضوع ده حلو جدا. طبعا احنا كده كده هنبقى مع بعض في مواضيع تانية إن ان شاء شاء الله. الله. بجد ميرسي جدا يا دكتور محمد على تواجدك معايا تسلمي النهارده. لي، ربنا نشكر يخليك. جدا خبير الابراج دكتور محمد ابو زيد لتواجده معانا النهارده. ميرسي جدا يا دكتور. أشكرك. فاصل